في آخر أسئلته يقول: كان هناك 10 ذهبات منذ سنة 68 وحتى سنة 99 ولم يدفع عليها زكاة، فهل عليها كفارة؟ وإن كانت عليها كفارة فما مقدارها؟ الذهب إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب وهو 20 مثقالا تجب فيه الزكاة كل سنة. فهذا الذهب الذي مرت عليه سنين وهو يبلغ النصاب 20 مثقالا فأكثر تجب فيه الزكاة عن السنوات الماضية ربع العشر، فتحسب وتجمل عن السنوات الماضية وتخرج. هذا الذي يجب مع التوبة إلى الله عز وجل من تأخير الزكاة عما مضى. نعم.